احنا الناس سيدي من متساكنين الاقصار كنا نخدموا احنا هنا، ما كانش الناس جوعة، كانت الناس تاكل، كانت الناس تفرهد، كانت الناس تلبس، كانت اولادها يقروا، ما همش محتاجين، ما همش كذا. بعد جابوا لنا احنا هذه، قلت لك اسقاط الحق، هذه تخدم الكنزه ب 162000. اي انت صاحب عائله اش تعمل لك الكنزه؟ فالاخر بكلها مزاد وجابوا لها مستعمر، خذاها هو 800 هكتار وهملها العباد الكل. بدينا الاعتصام، هذا اعتصام سلمي، جينا للسيد هذا المستثمر، جينا بعدنا على الفيرما نتاعو ما يقارب 100 متر وانتم على عيني يعني تنجم تشوفوا الاعتصام نتاعنا واش عملناه. اعتصام سلمي، ناشدنا السلطات، ما جانا حتى مسؤول وما تلفت لينا حتى واحد. جانا كان الامن، جاء سايب الطريق، سايب الاعتصام، ما حبيناش نحن نسيبه، متمسكين بحقنا بالقوه، بالقوه دخلوا علينا بالقوه العامه، ضرب وسب وشتم. قرية الأقصاب اللي هما خرجوا الكل في وقفة احتجاجية سلمية، ما قالهم إلا وقفوا، 8 عمال وقفوا وبعد خرجوا 5 وبقوا 3 موقوفين. خلى أولاده عند من بينهم هذايا وعندي بنت، خلينا لعائل، هو العائل الوحيد بتاعي. يومين قضية يوميا، يعني اليوم قضية تبحث، غدوة تروح ترجع بعد غدوة تبحث في قضية أخرى. اللي الانتهاكات اللي عملها السيدة هذايا معناها ما يتحسبش عليها. شنو هو الرايه الوطنيه يغلف بها يعمل بيت بن؟ يعني علم تونس يدنس لنا، ولا حسيب ولا رقيب. تهم حسب امر 52 اللي هو امر قديم وقع استعماله، هو نص مهجور وقع استعماله لاحالتهم بهذا النص، والنص يقول معناها ايقاف معناها حركه المرور والاعتداء على الماره. وقت اللي هو ما وقعش اعتداء على الماره، ثم حاجه صغيره صارت ما بين شخصين باش يكبر وتولي القضيه تنجم يقع فيها ايقافات. والحمد لله اليوم توا رفعنا ووقع اطلاق سراحهم واخذت القضيه ل 14 افريل. المطلب الرئيسي حقي في النفير للأرض، أنا أرضي نحب نخدمها وحدي، ما نخدمهاش فردي، نخدمها في نطاق شركات أهلية. نعطيك أكبر مثل نتاع جملة، شوف شنو كانت توصل فلوس، شنو كانت تحقق مرابيح، وشوف تو شنو تحقق. القضية راهي واضحة، احنا كمجتمع مدني راهو موسي انضمت لقاليهم، وراهو الاعتصام باش يتواصل ومش يتنقل، مش كان في الأقصاب فقط، راهو غدو الحي، راهو باش ينتقل للبرق، وباش ينتقل لعروسة، باش ينتقل لمعتمدية الكريب، راكم باش تلقوه في توزة، باش تلقوه في قفصة، في كامل ربوع الوطن. القضية واضحة اليوم هي النفاذ للأرض.